اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناه ستاتي كيتشن. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الشهده كتجي رائعه بحجم عائلي، كتستحق انكم تجربوها. على بركه الله ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للوصفه اللي غنحضروا معكم اليوم، اول حاجه غادي نحتاج 250 غرام ديال الدقيق الفرص، غنضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الملح، ونخلطها مزيان مع الدقيق. تتبمل لينا الدقيق مزيان، ما غاديش نحتاجو فيها الخميره لان غادي نخدموها على شكل عجين مورق. من بعد ذلك غناخد شويه ديال الماء دافي، وغادي نخلطو تجينا العجينه رطبة. بحال الشكل ديال العجينة ديال الملاوي. بالنسبة للحشوة، انا خديت هنايا واحد البصلة كبيرة مشلتة رقيقة، واحد الفلفلة حمراء مقطعة صغيرة، واحد الفلفلة خضراء مقطعة صغيرة. غنزيد لهم واحد شوية ديال الزيت، والملح، ونحركو جميع العناصر ونخليها تقلى مزيان. نشحوها مزيان، عاد نزيد لها الكحتة، وممكن اننا نعودو الكحتة بالدجاج او البطون اللي متوفر عندكم في البيت، وكل واحد شنو كيبغي. ممكن اننا نديرو الكروبات، كحتة، دجاج، طون، كل واحد اللي في المتناول ديالو. غادي نضيف الكفته، انا عندي هنايا واحد 200 غرام، ونضيف التوابل، شويه ديال التحميره، واحد نص معلقه صغيره، راس معلقه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم بالزيت، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال الكربون. ممكن اننا نديرو حتى الاعشاب المنسمة، كل واحد ينسم بالحاجه اللي تيبغيها. انا ضفت زيت الكربون. ممكن اننا نضيفو الزعتر او الازير او اللي كاين موجود عندنا قدام، نقدرو بيه نحركو. انا ما غنخليش الكفته طيب بزاف باش تبقى فتيه. ممكن اننا نضيفو الزعتر او الازير، كل واحد على حسب الذوق ديالو. غادي نضيف واحد شويه ديال الهيصه،
على حسب الذوق. دابا غادي نضيف واحد شويه ديال جبن موتزاريلا محكوك باش الحشوه كتجي هنا معلكه من الداخل. صافي نحركو مزيان ونخليها جانبا تبرد وندوزو باش نكملو التتمه ديال الوصفه. غادي كنرجع للعجين اللي حطيت قبيله. كما كتشوفوا طلقات العجينه مزيان. غادي نقسمها على زوج. صافي ونزيد نخليها واحد شويه عاوتاني ترتاح. على بال ما تبدل لينا الحشوه كنرجع للعجين من بعد ما ارتاح. كنطرقوها مزيان حتى كيبان لينا السطح ديال الطاوله اللي كنخدمو فوق منها. انا كنخدم العجين وانا كنضيف الزبده باش يجينا على شكل عجين مورق. كنستعمل الزبده تكون مطلوقه ما ندوبوهاش باش كتساعدني ان العجينه كتجي رطبه وبحال بات فيتي. دائما كنستعمل شويه الزبده بهذه الطريقه هذه. غنطويها على هذا الشكل مربع بحال غادي نحضروا الرغيف العاديين مربعين وغنخليها جانبا ترتاح. وناخذ الخبيزه الثانيه وغادي نعمل لها نفس الطريقه ديال الاولى. غادي نرجع للعجين ونطبقها رقيقه شويه.
كل ما خلينا العجينه تمسح كتعطينا الطعم في الخدمه. ما تخافوش منها لان ما فيها لا خميره لا والو. هانتوما كي كتشوفوا معايا نقطعوها على هذا الشكل هذا. صافي غناخذ هذا المول هذا الدائري غندهنو حتى هو بالزبده وغنحطو جانبا. صافي وغادي ندير الحشوه في الوسط. بهذه الطريقه هذه نصمو بحال هكذا حتى نكمل هاد العجين اللي عندي. دابا غادي نجمع الجوانب صافي ونحطها في المول. نلويوها مزيان باش ما تحلش. نجمعوها من الجوانب مزيان باش الحشوه ما تخرجش لينا، ونحاولوا اننا في المول اللي غنطيبوهم ما ندحسوهمش لان كيتنفخو. انا هنايا خديت واحد البيضه طربتها مزيان مع واحد شويه الهريسه وغندهنهم من الفوق باش يجيوني محمرين. ما ندحسوهمش بزاف لان واخا ما فيهمش الخميره غادي يتنفخوا. غنضيف شويه ديال الزنجلان من الفوق، الزنجلان بيض. هنايا عندي شويه ديال الزنجلان باللي صافي، وغندخلها للفرن سخون على 180 درجه. وندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الشهدة اللي حضرت معكم اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة اللي اقترحت عليكم اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. رمضان مبارك سعيد، عواشر مباركة، خليتكم على خير، الى الفيديو القادم ان شاء الله.